موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 10 أشخاص بينهم طفلة إثر 3 حوادث سير في ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال الساعات 24 الماضية وفق الدفاع المدني السوري. قصف مدفعي يستهدف القاعدة التركية في قرية تويس قرب مارع بريف حلب الشمالي، مصدره مناطق تسيطر عليها قسد وقوات النظام. الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو نظام الأسد إلى العمل من أجل الإفراج عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس الذي اختطف قبل 10 سنوات في دمشق. الخارجية الفرنسية تقول إن باريس في حالة استنفار كامل لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وتملك وثائق حول تورط نظام الأسد في مجزرة التضامن بريف دمشق. وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين يتهم جهات دولية بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لأهداف سياسية، مطالبا بالفصل بين الشقين الإنساني والسياسي في ملف اللاجئين. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو يقول إن بلاده لم ولن تترك الشعب السوري الذي يعاني تحت وطأة الظلم من نظام الأسد وحزب الاتحاد الديمقراطي، وأن تركيا تحمي صداقتها وجيرتها وإنسانيتها.